السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي، حياكم الله جميعا. سالفتنا اليوم حصلت في العراق في الموصل في عام 1990، والمجرم اللي اسمه صهيب يعتبر من أخطر المجرمين في ذلك الوقت نظرا لخطورة ونوعية الجرائم اللي ارتكبها. في يوم من الأيام كان صهيب نازل إلى سوق الموصل بغرض أنه يجيب أغراض مشان يطلع رحلة هو والعائلة. فبطريقه إلى سوق الموصل التقى بشخص اسمه علي. طبعا علي صديق لصهيب وصار لهم أكثر من 10 سنوات ما شافوا بعض. وعلي تاجر سيارات ناجح وما يعرف انه صهيب مجرم، وكل اللي يعرفه انه صديق طفولة وحياك الله ويا هلا بيك وبالاحضان وين وين هالغيبة ايامك اخبارك. قال له علي والله انا اشتغل في السيارات، وطبعا علي شايل كيس في مبلغ حوالي 150,000 دولار، يعني يصرفها من سوق الصرافة. هو كان موجود في سوق الصرافة. وبدأ صهيب يعزم حسين، يقول له ما لازم نتفارق، لازم اليوم أشوفك، صار لي زمان 10 سنوات وأني طالع على منطقة الغابات في الموصل طالع رحلة، فش رايك نروح شوي نغير جو؟ والله اليوم ما اتركك ومشتاق لك واشوف ايش تشتغل ايش ما تشتغل. بطريقة ما اقنع المسكين حسين انه يطلع معه على منطقة الغابات، واخواننا في الموصل يعرفون هاي المنطقة زين. وفعلا تمكن صهيب من اقناع حسين بانه يروحون على منطقة الغابات، ومنطقة الغابات تبعد حوالي منطقة جميلة طبعا تبعد حوالي 15 كيلومتر عن الموصل، وتوجهوا لها. وبالطريق طبعا صهيب بيتكلم مع حسين، وبنفس الوقت عينه على 150,000 دولار ويفكر بالطريقة اللي يقتل فيها حسين وياخذ المبلغ. يوم وصلوا على المنطقة بدأ صهيب يبحث عن مكان ينفذ فيه الجريمة، وفعلا وجد مكان. كان أيضا الوقت مبكر ولسه الناس مو جاية على الغابات. نزلوا من السيارة، يا هلا حسين يا هلا صهيب، ويتكلمون عن الذكريات وذكريات الطفولة. فجأة من دون سابق انذار سحب صهيب موس ووجه لحسين المسكين عدة طعنات، كانت طعنات قاتلة. وقع على الأرض حسين وحمل كيس الفلوس صهيب، أو كيس الفلوس كان بالسيارة الله أعلم، وركب سيارته ومشى وكأن شيئا لم يحدث. بعد تقريبا بفترة ربما 5 دقائق 10 دقائق، في حارس الموجود حرس بمنطقة الغابات، شخص مسكين يعني درويش، شاف شخص مطعون ولا زال يعني على قيد الحياة، عمل واجبه الإنساني ويحاول ينقذ حسين. سحب الموس كان لا يزال بصدر حسين وشاله وطلع باتجاه الطريق، يعني الطريق حوالي 100 متر أو 200 متر عن مكان الجريمة. سحبوا باتجاه الطريق العام. في نفس الوقت اليوم وصل على الطريق العام اجت سيارة
عائلة عراقية كانت جاية على نفس المنطقة، وشافوا شخص واقف عليه دم، وفي شخص ممدد جوا ودم أيضا، فاعتقدوا أنه هذا القاتل أو هذا قتل الشخص هذا الضحية. فبدأ النسوان تصيح، والزلم اللي معاهم تعال أنت قتلت ومن اللي قتل، وهذا المسكين ارتبك وهرب نفس الوقت، هرب هذا يعني معطيات عقله هيش، هرب باتجاه الغابة. بلغوا الشرطة، اجت الشرطة وسعفوا حسين. حسين كان فارق الحياة بهذا الوقت، وألقت القبض على هذا المسكين الحارس، وتعال بدأ التحقيق، وطبعا تعذيب وضرب، وهذا المسكين اعترف. شلون اعترف؟ ما أدري، اعترف تحت الضغط تحت التعذيب اعترف، قال هم أنا اللي قتلت هذا الشخص وأنا اللي ارتكبت هاي الجريمة، بس اتركوني خلاص. أحالوا عن النيابة العامة وعلى المحكمة، وتوكل له محامي يدافع عنه، رغم أنه المحامي أبدع وجاب الشهود وحكى عن أنه لو كان هو القاتل كان أقل شيء شافوا بإيده المبلغ، يعني هذا شيء بديهي. الشهود اللي اجوا بالعائلة اللي شهدت عليه قالوا احنا شفنا حامل الضحية وعليه دم، وحامل الموس يعني بإيده، وما كان حامل فلوس، يعني ما كان عنده فلوس، ولكن تحت ظرف معين أو ضغط معين أخذ حكم الإعدام هذا الحارس المسكين، وتم تنفيذ حكم الإعدام بعد حوالي شهر أو شهرين من الحادثة. الآن بدنا نرجع على القاتل صهيب. صهيب صار مليونير، طلعات وفوتات و150,000 دولار وتجارة عامة ومكاتب، وهو طبعا متزوج وعنده زوجته وعنده ولد طفل صغير. ويوم رجع على البيت صهيب وشايل 150,000 دولار، شافت زوجته المبلغ، مبلغ كبير. قالت له من وين هذا المبلغ؟ قالها بعت المزرعة. هو صهيب عنده مزرعة صحيح، ولكن ثمن المزرعة لا يتجاوز يعني أحسن الأحوال 2,000 أو 5,000 دولار بالكثير. قالت له 150,000 دولار ومزرعة يعني ما تسوى أكثر من 5,000 دولار بأحسن أحوالها، من وين هذا المبلغ؟ وشكت، صار عندها شك، تعرف زوجها. قالها خلاص اسكتي وما عليك، ما تتدخلين، و تشاجر معاها، سكتها على الموضوع، قال لها ما تجيبين سيرة لحدا انه انا عندي مبلغ، خلاص انا بعت المزرعة بهذا المبلغ وانتهينا. وبقى الشك في داخل زوجة صهيب، ولكن ما تقدر تسوي شيء. الى ان جاء يوم كانت معزومة على حفلة بالموصل، وراحت على هاي الحفلة وشافت النسوان وكذا، قالوا لها ما شفتي ما سمعتي عن هذا الشخص اللي الحارس اللي موجود بالمكان الفلاني اللي قتل تاجر السيارات المعروف مشان 150,000 دولار. قالت 150,000 دولار؟ قالوا لها ايه 150,000 دولار. قالت زين من القاتل يعني؟ قالت لا القاتل ضبطوه وأخذ حكم وانعدم. طبعا مباشرة المبلغ 150,000 دولار رجعت على المبلغ اللي موجود مع زوجها 150,000 دولار، ربطت الموضوع، طلع انه طيب قالت
امتى صار هذا الشيء؟ يعني قالوا لها من حوالي شهرين، يعني رجعت لنفس التاريخ فعلا اللي اجى فيه صهيب ومع المبلغ، ولكن ايضا الصورة ما هي مكتملة عندها، لا زالت ما تملك دليل قاطع. قالت ممكن يعني، بس اروح على البيت راح اساله واشوف يعني ايش ردة فعله حول هذا الموضوع. وبالفعل يوم رجعت على صهيب قالت له ما سمعت بال هذا المجرم اللي قتل تاجر السيارات اللي اسمه حسين مشان 150,000 دولار. قال لا، ما لا حول ولا قوة إلا بالله، معقولة؟ قالت له إيه، قتلوه بالمكان الفلاني والبلد كلها تدري وأنا بالحفلة. النسوان قالن لي، وغريب أنت معقولة ما سمعت قال لا والله ما سمعت، الله يرحمه، والله الدنيا ما ظل فيها خير. ومعقولة في إنسان يقتل شخص، يقتل نفس مشان الفلوس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه، وما ألقوا القبض على القاتل؟ قالت بلى، ألقوا القبض على القاتل وحكموه إعدام. قال خلي والله يستاهل، حقه ما جاء. وبشر القاتل، هذا اللي يتكلم صهيب، وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. شافت هي هيك الوضع، قالت والله أنا شكيت بزوجي. وطبعا صهيب يعرف في نظرات زوجته شك اتجاهه، ولكن ما تملك الدليل، وهو يعني عمل حاله طبيعي جدا، ما بين عليه شيء نهائيا. مشت الأيام، صهيب بده يتزوج، وكثرت الفلوس وعمت على عينه وما عاد يعرف شو يسوي. بعد ما لقى له وحدة تزوجها، كان مسافر وإجا على البيت فجأة من دون ما حتى يخبر زوجته الأولى، دخل عليها هو وزوجته، قال لها شنو السالفة؟ قال لها هاي زوجتي. زوجتك ما زوجتك؟ قال لها هاي زوجتي، أنا تزوجت وما تكلمين نهائيا ولا تحكي. قامت المسكينة تبكي وحزنت على الموضوع. قامت طبعا قالت له اتزوجت، تزوجت، من حقك تتزوج، ولكن مو من حقك انه تسكنها ببيتي، هذا بيتي، استأجر لها بيت، اشتري لها بيت، المهم احنا اثنيناتنا ما نقعد بالبيت. قال اسمعي شوفي، يا اما تقعدين معاها، تقعد معاك بالبيت، يا اما تولين تنقلعين على هلج تروحين. هو اصلا يريد يتخلص منها، شخص لئيم ومجرم يعني. بعد ما كافأها هاي المكافأة، بعد ما صار عنده فلوس تزوج عليها، وهسه يقول لها انه تروحين على هلج روحي، اصلا ما تلزميني، انا صار عندي زوجة وصار عندي فلوس وصار عندي. قالت له طبعا بدون ما نخوض بالتفاصيل، هذه جزاتي، هذه كذا. قال لها والله مثل ما سمعتي. وقامت هي المسكينة شالت أغراضها وشالت أذنها، قال لها وين؟ قالت أروح على أهلي، خلاص مثل ما بدك. قال لها لا، الولد يظل عندي، وأنت إذا بدك تروحين على أهلك روحي لحالك، أما الولد يظل عندي، انا بدي اربي وانا بدي. ما يصير طفل كذا، هددها، ضربها وشالها بالسيارة وكبها قدام باب اهلها من دون اخلاق او رحمة او اي شيء، ما قام وزن لاي شيء. وطبعا احنا نتكلم عن قاتل، اكيد لا رادع ديني ولا رادع اخلاقي، استمر بحياته طبيعي، فوتات وطلعات وفلوس وإلى آخره. في
مرة قعد مع نفسه وبدأ يفكر، قال والله أنا يعني ممكن، يعني ما حدا شاك موضوع جريمتي إلا زوجتي القديمة، هي اللي شاكة أنا شلون تركتها هيجي. لا لا، لازم أعالج الموضوع. وفعلا فكر بطريقة إنه يتصل فيها مشان يرجعها، وفعلا كلمها على هاتف الأرضي، حكى معاها، قالها والله يعني أنا ندمان وفرطت فيك وانتي ما تستاهلين، وانتي الكل بالكل، وهذه حرمتي الجديدة ملوعة قلبي، ومن تركتك ما شفت يوم هني، فاش رايش نرجع وابنك موجود ومشتاق لك ومسكينة، يعني أقنعها، لعب على عاطفة المرأة، ها ايش رايك ترجعين؟ هي ما كان عندها خيار آخر، قال لها ها ايش رايك اشوفك بنفس المكان اللي كنا نلتقي فيه قبل ونعيد ايام الذكريات وكذا. فوافقت وراح طلع لعندها، اخذها بالسيارة وطلعوا على مكان، يعني مكان خالي ما في حدا، ومباشرة صهيب أيضا سحب سكين أو موس ووجه لها طعنات قاتلة، قتلها ولفها بكيس ودفنها في نفس المكان مشان ما حدا يعثر على جثتها ويكون مشتبه هو بجريمة القتل. وفعلا استمر صهيب عادي، ولا وكأن شيئا لم يحدث، استمر في حياته. بعد حوالي يوم أو يومين، طبعا أهل حرمة صهيب دوروا عنها، حكوا مع صهيب، قال لهم يا هاي ما جتني ولا شفتها، وهي طالعة من البيت من دون ما حدا يدري أو يعرف وين رايحة. وراحت طبعا بالتحقيق، بلغوا الشرطة، اجت الشرطة طلبت صهيب، تعال يا صهيب زوجتك الماضية وكذا، قالها والله، قال لهم انا والله يعني طلقتها وخلصت منها، ومشان اقولكم يعني مشان ما تدورون كثير وتتعذبون، بصراحة يعني انا طلقتها بسبب اخلاقها وخلصت منها، وارجوكم لا حدا يذكرني بيها، عذبتني وفضحتني بين العالم، ترى تلاقونها يعني تلاقونها عند واحد او كذا طالعة مع شخص، هي دربها أعوج يعني. وبدأ يطعن في أخلاقها المسكينة الضحية، قالوا والله إذا زوجها يحكي عنها بهالشكل هذا ففعلا ممكن، يعني ممكن تكون طالعة مع حد أو رايحة على المكان، هي لا زالت مفقودة، ما في جريمة قتل أو جثة مشان يبنون عليها أساس، بقي ملف القضية مفتوح ولكن ما في أي دليل يبنون عليه اتهام اتجاه أي شخص. استمر صهيب بحياته طبيعي، وهذه الجريمة الثانية اللي ارتكبها وينفذ منها. ولا شك أنه صهيب قاتل متمرس وذكي، وإلا لما كان يقدر يتخلص من جرائمه أو ينفذ منها بهذه الطريقة. وطبعا استمر صهيب بحياته طبيعي، وصار تاجر ويسافر ويروح ويجي، في
يوم من الأيام بعد مرور سنين طبعا أنجب من زوجته الجديدة 3 بنات وبقي ابنه أيضا عنده، ولكن هذا ابنه اللي من زوجته الكبيرة سبحان الله طفل ذكي، كل المدرسة يشهدون لهذا الطفل بنبوغه وذكائه واجتهاده في جميع المواد، المدير، الأنسات، الأساتذة، الكل يشهد لهذا الطفل بذكائه واجتهاده، وهذا الشيء طبعا ترك أثر وحقد عند زوجة أبوه وتغار منه، وطبعا بناتها هي ما أنجبت إلا بنات، وهذا شيء سبب آخر أيضا لغيرتها. بالإضافة طبعا إلى أنه صهيب يعيرها بولده المجتهد وبناتها العاديات، بينما هذا الشيء دفعها بالفعل إلى أنه تخطط القتل هذا الطفل وتتخلص منه نهائيا، ولكن تنتظر الوقت المناسب. في يوم من الأيام صهيب كان مسافر داخل العراق في محافظة أخرى، في نفس اليوم وبالليل دخلت على غرفة هذا الطفل وقعدت على صدره وحطت ايدينها على حلقه وفطسته، خنقته لبين ما فارق الحياة هذا الطفل البريء اللي مو عارفان ايش القصة، او مو عارفان ايش ذنبه او الذنب اللي ارتكبه. بعد ما فارق الحياة ايش سوت؟ لبسته لباس المدرسة كامل مع جنطته ولفته بالبطانية، وكان هذا اليوم يوم مطر، يوم شتاء، ليل شتاء يعني، ومطر يعني فيضانات في محافظة الموصل بهذاك الليل، وطلعت تمشي بالشارع لبين ما اجت على بيارة تبع مجاري راقار، فتحت الراقار وكبت هذا الطفل مع جنط المدرسة ومع لباسه المدرسي كامل بالراقار، وسكرت ورجعت طبيعي على بيتها. نامت ثاني يوم بوقت انصراف الطلاب، راحت على المدرسة ووقفت على الباب، ومن أجل أنه تموه الجريمة كل ما يطلع أستاذ أو كذا دخلت على المدرسة تسأل عن ابنها، قالوا لها ما جابوا الأنسة اللي مسؤولة، قالت هذا مات هون ما أجى اليوم. قالت شلون ما أنا الصبح الساعة 8 جبته بإيدي ووصلته على المدرسة، شلون ما داوم؟ وين راح؟ انا احملكم المسؤولية، انا كذا. قالوا لها رجعوا السجلات التفقد، الطالب فعلا مو مداوم، وهم اساسا مستغربين انه بهاليوم هذا الطالب المجتهد ما داوم ليش. وطبعا بلغوا الشرطة، اجت الشرطة سألوا الام كل اعتقادهم انه هاي امه، ما حدا يعرف انه هي مرت ابو زوجة ابو. قالت لهم انا جبته الصبح على المدرسه، ابني انخطف، حدا خطفه، ما حدا خطفه، وتبكي ويواسونها ويقولوا لها ان شاء الله نبحث عنه ونلاقيه، اكيد ربما رايحين او هين، حاولون يواسونها. وطبعا هي تلعب دور الام وتبكي ومن مكان لمكان، ويا عالم ويا ناس، ومشان الله وابني وراح، وصارت بالموصل ضجه كبيره، عملت ضجه كبيره، لعبت دور المفجوعة بابنها. في اليوم الثاني اجا صهيب في ضباط المباحث طبعا طلبوهم على
على التحقيق مشان ربما يستدلون بشيء ما من كلامهم عن الطفل. جابوها دخلوها على التحقيق، طبعا أم طفل، بيحاول المحقق طبعا ما يجرحها أو شيء أو يحسسها، لسه ما تبين أنه هذا الطفل مفقود أو مقتول، ما يعرفون شيء، ما في أي دليل. سألوها كم سؤال، أخذوا بياناتها ودخلوا صهيب. صهيب يبكي مفجوع على ابنه، وطبعا تحقيق طبيعي عادي. رجعوا على بيتهم. في هذيك الأيام سبحان الله كان في مطر شديد بهذاك الوقت، صارت حتى بعض الشوارع فاضت من المي. ففي شارع الراجار هذا نفسه سبحان الله سكر وبدأ يطفو مي. فبلغت الحارة الثانية جنب حارة اللي ساكن فيها صهيب، بلغوا، اجت البلدية، بدأت بالعمل، بدأت تسحب من الريجار المي. بعد ما سحبت شوي حوالي تقريبا متر، بينت شنطة الطفل. بعدين استمروا يسحبون بالمي لبين ما وصلوا للمكان المسكر. نزل واحد مختص طبعا وشاف ولا جثة الطفل هي اللي مسكرة المجاري. حملوا هذا الطفل، شافوا الشنطة المدرسية، فتحوا الاسم فلان الفلاني واللي هو ابن صهيب. تمام، تعال يا صهيب، ابنك موجود بالمجاري. بلغوا الشرطة، اجت الشرطة، اكتشفوا انه الطفل فعلا مقتول. طبعا عمليات تحقيق تبدأ بالاشخاص الاقارب، يعني اقارب الضحية، عشان ممكن انه يستدلون على القاتل من خلالهم. جابوا ام الطفل، وطبعا دخلت تمثل وتبكي وتعاني ومفجوعة بابنها. سألوها كم سؤال، بعدين دخلوا صهيب. تعال يا صهيب، احنا نعرف انه انت مفجوع بابنك، ولكن بلكي انه نحصل على شيء معين من خلالك. سألوا كم سؤال، ومجرى التحقيق اكتشف المحقق، وانا احيي هذا المحقق، ذكي جدا، اكتشف انه هذه مو ام الطفل، يعني هذه زوجة ابوه من خلال صهيب. قال تمام كويس، يعني هي من البداية قالت لنا انه هي امه، وليش ما قالت انه هي خالته او زوجة ابوه، وامه سابقا انفقدت. تعال، جابها المحقق، دخلها وسكر الباب مباشرة، دخلها قال لها شوفي، انت من البداية ما قلتي لي انه انت زوجة ابوه، يعني هو هذا الطفل ابن ضرتش، وانت عندك بنات وهو طفل ولد. فعمل هذا الفيلم، اللي الدور اللي قاعد تلعبينه انتهى وخلاص، يعني انت اللي قتلتي هذا الطفل. وشلون قتلتي حكينا؟ قالت لا، واني ما قتلته، واني وابكي عليه. خلاص اساسا صهيب زوجك هذا هو اللي اعترف وقال لنا انه انت اللي قتلتي لانه ابن ضرتك وانت غايره منه. قالت هو اعترف علي؟ قال ايه، هو يعني هذا المحقق هو اللي تبع هذا الاسلوب معها. قالت هو اللي قال؟ قال اي والله هو اللي اعترف عليك انه انت اللي قتلتي. هي هنا طبعا انهارت،
لما قالوا لها انه صهيب هو اللي اعترف عليك، زوجك اعترف عليك انه انت اللي قتلت الطفل. قالت بما انه هو يعترف علي تعالوا اقول لكم اني شنو هو مسوي. قالوا تمام شنو مسوي؟ قالت انا هو مرتكب جريمة قبل. قالوا لها كويس تمام، شلون يعني مرتكب جريمة؟ قالت تذكرون زوجته هذيك، زوجته السابقة اللي انفقدت؟ قالوا ايه. قالت لهم هو اتصل عليها قبل بيوم وانا كنت اتسمع عليهم على الهاتف. شلون تسمعين عليهم؟ قالت الهاتف الارضي في يعني بكل غرفة في هاتف، فلما شخص يحكي مع شخص وفي شخص آخر يرفع السماعة من غير غرفة يسمع الشخصين ايش يتكلمون. قالوا تمام حلو. ايش قالها؟ قالها والله انا متندم وتعي مشان اخذش مشوار، وراح اخذها وبعد ما اخذها ما شفناها انفقدت، فاكيد هو قتلها. قالوا حلو حلو، هذا يوم اكتشاف القتل العالمي. جيبوا صهيب. جابوا صهيب. قالوا له صهيب تعال، تذكر انت زوجتك السابقة اللي قلت لنا شرفها مو مزبوط وتطلع مع اشخاص وكذا؟ قال لهم اي اذكر. انا وين وانت وين؟ انا مفجوع بابني. وبلش طبعا قالوا له لا 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 مو انت اللي قتلتها. قال لا انا ما قتلتها انا ما. قالوا لا لا في يدنا، زوجتك اعترفت عليك. قال شلون اعترفت علي؟ قالوا له هي كانت تسمع عليك لما رحت، طبعا كلمتها واخذت معها موعد ورحت عليها وبعدها انفقدت، فاحسن لك اعترف ويكفي يعني كفي عاد. قالهم هنا طبعا نهار صهيب خلاص يعني في اعتراف عليه. وقالوا له انت ما قلت لنا انه انت كلمتها بعدين، وليش تكلمها يعني طالما انه انت خلاص طلقتها؟ وبعدين يا صهيب تعرف من اللي قتل ابنك؟ قالهم منو اللي قتل ابنك؟ قالوا زوجتك، زوجتك هذه هي اللي قتلت ابنك، هي اللي خنقته وموتته ولفته ببطانية وزتته برقار المجاري. هنا صهيب انهار واعترف بقتل زوجته، وهي ايضا اعترفت انها قتلت الطفل. واحالوهم على النيابة العامة وبالمحكمة. زوجة صهيب أخذت حكم مؤبد، وصهيب أخذ إعدام. طبعا بعد ما أخذ الإعدام صهيب قال لهم تعالوا أني رايح إعدام وأعدام، أريد أعترف. قالوا تفضل أعترف. قال لهم التاجر اللي اسمه حسين، تاجر السيارات اللي انقتل في الغابات، منطقة الغابات، قالوا ايه. قال لهم انا اللي قتلته وانا اللي اخذت 150,000 دولار، وانتهم فيها بحسين هذاك الحارس المسكين اللي اخذ اعدام. وطبعا حين مهما طال الزمن لابد انه تظهر الحقيقة، وخصوصا في مسائل القتل والدم، مثل ما يقولون الدم ما يندم. هذه سالفتنا اليوم، وان شاء الله تكون حظيت برضاكم اخواني واخواتي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشعارات ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.